عندنا فعالية هي فكرة إعادة تدوير الورق والنفايات. عملنا مسابقة للأطفال سميناها مبادرة تصنعها بنفسك. الألعاب هنا يعني مصنوعة من كرتون وبلاستيك، يعني الأغراض اللي عندكم نفس في عندكم في البيت، يعني ما يحتاج تشترون ألعاب ثانية. تعلمت أشياء وايد عن البيئة والطبيعة. الهدف من فكرة اليوم أو المبادرة أصنعها بنفسك أن نوعي الأطفال أن مب أي حاجة تستخدمها ممكن ترميها، ممكن تستخدمها في إعادة تدوير سواء للألعاب أو سواء حتى للمواد الزراعية.